كم وين تروحون بيه انت واليديد صح؟ وحدنا. وحدكم نص هاي اي الخربطة وحدنا اللي بيت، لو موجود. روح بجيراننا. تتمرض تصيحك تساعدها شي تيسي شت؟ اروح اجيب لها انا العلاج، اي اروح اجيب لها الاوبر مالتها، شيش اعطيها الها. شو تريد تعطيها إلها؟ ايه اوكلها عصير، انا اعرف اذا صحت ترى اعطيها اوبر واوكلها عصير. تعرف انت ايه شلون تعرف اذا صعد سكرها؟ اصل جهاز عندها فرصة بيها ومبين همين، هي تفقد شلون تفقد هي؟ ايه زين من توقع انت شلون تقدر تقومها تساعدها وحيدك شلون؟ هي من نايمة، انا اروح هاي السلالة اجيب من عندها الابر وابدلها بيدها. هي تضرب تستخدم ابرها الانسولين انت؟ اي 30 تسحب 30. ايه يعني انت طبيبها هنا بالبيت؟ ايه زين انت هسه بيا صف بالمدرسة؟ رابع. اذا كبرت شو تريد تصير؟ اذا اكبرت اتمنى اصير دكتور على مود اعالجها. ايه حتى العجمة يعني ما عندي لا موبايل باعتي، بس العجمة اوكي اقابل هو العجمة بحتاجتي اروح اجيب لها العجمة، يعني تسوي حتى ما عندي موبايل اسمي في ابابي العجمة. تريد موبايل انت؟ ايه شي تريد اليوم انت تتمنى فد شي تريد؟ هو موبايل، واتمنى ام طيب، واريد يصير عندنا بيت، واريد ام تكون شرطة تقرا وتمشي على رجلها هيك. ومو مهم الموبايل، اريد اهمتي امي. ومو مهم الموبايل، اريد اهمتي امي. الموبايل اريد اهمتي امي. ومو مهم الموبايل، اريد اهمتي امي. تعال ما اريد الموبايل. يعني أصعب حالة أنا مصادفة للآن هذه حالة أم يوسف، يعني ما توقعت، قلت إنه ممكن تشبه كل الحالات اللي زرناها وحالة إنسانية ويعني ونفكر بحلها ويكون حل إلها جذري لكل مأساتها. هذا الطفل يعني مرة إنه هو ما عاش حياته كطفل، مرة كل أمنياته إنه يقدر بأي طريقة يعالج أمه. هو طبيبي كان، قلت له هو طبيبك في البيت. ايه اليوم ناخذ احنا، ما يخالف يطلع ويانا؟ ايه ما يخالف. ما يخالف؟ ما يخالف. اليوم عندنا سفرة اليوم وفطور وشي. ايه عادي. تجي ويانا؟ ايه بس هي خطية شلون تبقى لحالها. زين نعطيها الدواء ونروح ناخذها ويانا، ايش تريد انت؟ ايه ناخذها ويانا، ما تضل لحالها خطية، يا يمها. وعلى حجايات يوسف أحمد انهار ومات، مالك أعصابه وصورة واضحة.